ابننا سامح محمد وليد ولا سامح وليد محمد؟ سامح وليد محمد. مش هتفرق كتير، المهم ان انا ما خرجتش خارج العيله يعني، صح؟ ربنا صح. يبارك لك. انا بمزح معاه يعني. طيب اتكلمنا عن ايه يا سامح؟ عن فضل قراءه القران. فضل قراءه القران، جميل، ما شاء الله ما شاء الله، موضوع يشد الكل، خاصه ان احنا في العشره من ذي الحجه، والناس هتعمل العمل الصالح، وخاصة هتقبل على القرآن وعلى الصيام وعلى الذكر إن شاء الله. فاتفضل كده وسمعنا هتقول إيه. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليه إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، بخواص جوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فحديثي ما حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان فضل قراءة القرآن. أيها الأحبة الكرام، القرآن المعجزة العظيمة التي آتاها الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام، التي تبقى إلى قيام الساعة، التي بار الله تعالى بها الأولين والآخرين، وأعجزت البلغاء وحيرت الشعراء وأذلت كثيرا من الحكماء، والتي لا تزال إلى اليوم لها آثارها على من يفهمون العربية ومن لا يفهمون. وتلك المعجزة هي التي قال الله جل وعلا عنها، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا: أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الأحبة الكرام، لقد وصف الله تعالى كتابه العزيز أنه نور، فقال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبين أن من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذكر الله تعالى هنا هو القرآن. تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ عليهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها الأحبة الكرام، لقد جعل الله تعالى كتابه رفعة لمن أخذ به، فقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن ذكر، يعني رفعة وعز شامخ لك ولقومك، وسوف تسألون، وسوف تسألون عن القرآن: هل فهمتموه؟ هل تلوتموه؟ هل حكمتموه؟ هل طبقتموه؟ هل تدبرتم في آياته ودلائله؟ أيها المسلمون، إن الله أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجاهد بهذا القرآن، فقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي اتلوا القرآن وأقم الحجة عليهم. أيها الأحبة الكرام، لقد تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن
أن الله يرفع ويعزه، فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظن. وجعل الله تعالى الذي يحفظ القرآن في مكانة عالية ومنزلة عظيمة جعله من الذين أوتوا العلم، وإن كان ليس ذا نسب يرفعه ولا ذا مال يكثره، ومهما كان له من أسباب ضيعة بين الناس وعدم الالتفات إليه، فإنه إذا وعى القرآن في قلبه رفعه الله جل وعلا وأعزه. يا سامح، ربنا يبارك فيك، أنت ممتاز والموضوع جميل وعشرة على عشرة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ولكن انتهى وقت الحلقة.